السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي أذواق كريمة لي غودو كريمة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشوفوا معايا وصفة نتاع لومبورغر بالخبز نتاعو بالطريقة باش كنقدمو. طريقة جميلة بسيطة وكتعطي واحد الشهية غزالة للماكلة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كي قلت لكم غادي نطرق لكم الوصفة الأولى اللي غادي نبدا معكم هي الخبز. وصفة سهلة في متناول الجميع وناجحة 100%. كيجي خبزه هشي عيش وطري، وكذلك وصفه اخرى نتقاسمها معكم هي واحد لاصوص لي سبيسيال، هي لو سكري اللي كيكون في المحلات نتاع هذا النوع من الساندويتشات، يعني واحد لاصوص لذيذه وكتعطي واحد البنه واحد المذاق خاص في هذا الساندويتش اللي هو الامبرغر. كذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش قدمت هذا الهامبرغر او هذا لي ساندويتش، وغتاخذوا بعض الافكار. كي كنقول لكم دائما الهدف هو اننا نبارطاجيو مع بعضياتنا الافكار ونستافدوا مع بعضنا. وغادي ندوزو مباشره نشوفوا المقادير ديال العجين. اولا اذا بالنسبه لمقادير العجين غادي نبدا معكم باول حاجه هو الزيت. دونك غادي نحتاج واحد كاس لاروب نتاع الزيت، مع مرش كاس لاروب مع مرش. غادي نحتاج كذلك بيضه، غنحتاج كذلك شويه الملح، غادي نحتاج الخميرة العجين جوج معالق كبار، وغادي نحتاج جوج معلقات نتاع السنيده. هنا عندي كاس كبير نتاع الحليب دافئ، ماشي دافئ، غيكون شويه شي واحد شويه سخيخين، ما يكونش سخون بزاف، غير شويه سخيخين باش غادي نخمر به العجين. وبالنسبه للدقيق ها هو راه خليته على جانب، تنشوف انا وياكم شحال غادي يهز ليا، لان كل قياس او كل كاليتي نتاع الدقيق والقياس نتاعها. هنا اول حاجه غادي نديرها البنات، غادي نحاول نطلع شويه الخميره هي الاولى. صافي هنا ضفت ديك الخميره وغنخليها على جانب مع الحليب باش تختمر هي واحد شويه تبدا تسخن تدفى معاه، عاد نخويها في الاناء. هنا خويتها في الاناء، غادي نخلطها مزيان تتمتزج ليا جيدا، عاد غادي نضيف ليها باقي العناصر الا هي الزيت والملح. وكذلك نفس العمليه غادي نعاود نكررها، هي نخلي هاد المزيج نتاع الزيت والحليب والخميره والسكر نتاع سنيده والمليحه، نخليهم يخمروا شي شويه واحد شويه بعدا طلع، باش ملي نزيد ليه الدقيق يطلع مباشره. الا لاحظتوا البنات ما ضفتش البيض لهاد الخميره باش يخليه ليا يطلع. صافي تفهمنا. دابا نخليه واحد المده نتاع 10 دقائق، نخليكم مع الصور. صافي هنا من بعد ما مرات ديك المده نتاع 10 دقائق وجدت لي ديك الخميره نتاعي، وغادي نضيف ليها الدقيق كاس بكاس. انا غنعطيكم العبار اللي عندي نتاع المزيج داك باش تنعبر، هو العبار نتاع الكاس. ولكن قبل ذلك غادي نضيف البيضه ونحرك مزيان تتمتزج لي ديك البيضه جيدا مع داك الخليط، عاد نضيف الدقيق شويه بشويه. انا غنخليكم مع الصور وفي الاخر نقول لكم شحال استعملت نتاع الكيسان. صافي هنا هذا هو القوام اللي غادي نحتاج ليه، اولا القياس نتاع العجينه اللي غادي نحتاج هو هذا، غيكون على هذا الشكل. هنا دخلت لك عاد دخل لكم ما بين 4 الكيسان ونص العنبه نتاع الدقيق حتى ل 5 الكيسان، غتشوفوا على حسب كل واحد والدقيق نتاعو. داكشي علاش خيرتكم ما بين 4 ونص، ديروا 4 ونص وغتشوفوا شتوها باقي شويه جاريه، زيدوا داك النصيص غادي تكملوا القياس نتاعها. صافي هنا درت لها الفيلم اليمونتي، غنخليها تخمر واحد المده نتاع نصف ساعه تل ساعة نتوما واللي بغيتو، المهم تشوفوها خمرات وطلعت. صافي ديك الساعة بداو تكوروها مباشرة. وهذا هو الشكل اللي غادي نبغيو نلقاو العجينة عليه بعد ما كتخمرها. نتوما كتشوفو راه طلعت فوق العجين، وصراحة كتجي قطنية رائعة وكتجي بغيوشي شي حاجة ما نعاود لكمش البنات، كتجي رائعة جدا جدا. زعما هاد لاغوسيت إلا تبعتوها بالحرف الواحد صدقوني كتجي ناجحة
100%، وكتجي لذيذه بزاف، ما يمكنش اللي يدوقها عندكم وما يشكرهاش. صافي، هنا غادي نبدا مباشره، نبدا معكم الفاصوناج ديال او لا تكوار نتاع هذا الامبورغر. لكن قبل ذلك ضروري البنات، وكنأكد عليكم من انكم تحيدوا داك الهواء من العجينه. صافي، وهانتوما شوفوا كي تجي، كتجي قلت لكم غزاله قطنيه رائعه. صافي، هنا غادي نعاون يديا بشويه نتاع الزيت ونبدا نكور قدامكم. صافي، هنا وجدوا عندي قرصتهم شي شويه، الا بغيت تخليهم يزيدوا على كوروهم كي بحال الكرات وخليهم. انا ما بغيتش فيهم البابا بزاف، غادي وهادشي راه غادي تنفخوا، تشوفوا معايا النتيجه. صافي، كندهنهم البيض، مورا ما كنكورهم كنقرصهم واحد شويه، ماشي بزاف، عاوتاني كنقرصهم واحد شويه وكندهنهم بكرمي عليهم الزنجلان الابيض. ديروا اللي بغيتوا، لي غران اللي بغيتوا ديرهم اولا الحبوب اللي بغيتوا ديرهم، ونخليهم يختمروا واحد المده نتاع 20 دقيقه. هذه راه لا غوسيت تسير فيها انها سريعه وسهله. صافي، نخليهم 20 دقيقه ونطيبهم. ودابا غندوزو مباشره نوجدوا مع بعضنا لاصوص اللي قلت لكم عليها. بالنسبه لهاد لاصوص اللي غادي نديرو مع بعضياتنا، هي ان صوص اللي كتكون تري تري سبيسيال ولذيذه. دابا غندوزو المقادير مباشره. دونك اول حاجه نحتاجهم هما لي كورنيشون البنات، غادي نحتاج واحد الكميه قليله، وغادي هادو هما لي كورنيشون، ما كنوريهم لكم، ديروا هاد الرقاق صغار ولا توفروا لكم شي نوع اخر ماشي مشكل. بصيله مشلضه، وغندير هنا شويه الملح والبزار وشويه نتاع داك لاسيزونمون نتاع لا سالاد اللي كيكون فيه المعدنوس، معدنوس لا سيبوليت بصيله اليابسه، ما كان لكمش ديروا غير المعدنوس. صافي، لا مايونيز غادي نحتاجوها، والياغورت الطبيعي كريمي، ضروري يكون كريمي البنات، سينو راه ما تنجح لكمش الوصفه. هنا غادي نهز واحد جوج معلقات كبار نتاع الياغورت الطبيعي كريمي، غنديرهم في الزلافه اللي عندي، وغادي نضيف لهم مباشره 4 نتاع المعالق كبار عامرين ديال لا مايونيز، وغادي نضيف لهنا لا سيزونمون اللي عندي والبصله والكورنيشون، ونزيد عليهم شويه نتاع الخل. صافي، غادي نحرك هاد العناصر مع بعضها جيدا، تنحصل على واحد الكريمه اللي كيكون القوام نتاعها عاقد. وصدقوني البنات، هاد الكريمه راه كتجي من ألد ما يكون، عفوا بغيت نقول لاصوص كتجي من ألد ما يكون. على فكره هاد لاصوص راه تقدروا تستعملوها حتى في المشاوي نتاعكم، مرافقه للمشاوي نتاعكم، كتجي غزاله وبنينه، وهانتوما غتجربوها ان شاء الله وغتشوفوا معايا. اذا هنا غادي نوريكم جوست يعني لا تيكستور نتاعها وكي تجي القوام نتاع هاد لاصوص، ما شاء الله غزاله وبنينه. دابا غندوزو مباشره نوجدو الكفيته نتاعنا. هنا بديت كنطيب الكفيته، راه قرصتها على هاد القياس، دايوغ هادي شريتها واجده، هكا كتباع عندنا واجده، ما كانتش متوفره لكم واجده، ديروا طريه وقرصوها البنات. لي امبورغور نتاعنا ولا لو بان امبورغور نتاعنا، شوفوا تبارك الله، جا قطني قطني قطني، ما تسخوش به ولا التزمتوا بهاد المقادير، صدقوني كتجي ألد ما يكون واروع ما يكون. هاد الخبز كيعطي واحد لا فالور لو ساندويتش نتاعك، وكيعطي واحد البنه خاصه. غادي نعمر هاد لو ساندويتش مع لي طوماط اولا مطيشه والخس، وهاد السر حتى هو من بين الاسرار المهمه، هو هاد لي شيبس دو فريت نتاع لي زونيون فري عفوا، اولا داك رقائق البصل المقرمش، ها هو لقيتها، هذا كيجي لذيذ في لي ساندويتش، ننصحكم به في لي ساندويتش نتاعكم كلها. صافي، هنا غادي نحيد داك الفيلم اليمونتير على لاصوص نتاعنا، وغادي نبدا المونتاج ديال لو امبورغور نتاعنا، هانتوما غتشوفوا. دونك اول حاجه كنديرها البنات، كنحل هذاك الخبز نتاعنا على نصفين، وهانتوما غادي تشوفوا تبارك الله، شوفوا كي تيجي هكا مفشفش هيش هو منه. صافي، غادي نحلو على نصفين، وغادي ندهنو بلاصوص نتاع المايونيز شويه شويه من هنا ومن هنا، وكي قلت لكم دايوغ راه هو باقي سخون والكفته سخونه، دونك جي با بيزوان عاوتاني نرجعو للفرن تاعنا، يعني ما عاديش نعاود، ما حدهم كيكونوا سخان. كانوا سخان كاين عندكم جوج حالات، يا اما كديرو زبيده هذا دهنوه بزبيده وتسخنوه مباشره في المقلاة على ديك الوجه اللي دهنا، وتحطوا فيه ديريكتومون دوك لي طرونش نتاع الكفته نتاعكم. صافي، من بعد ما دهنتو غادي ندير اول طبقه هي نتاع الكفته، غنتبع لها طبقه نتاع الفخوماج، وبما ان الكفته عندي سخونه الفخوماج غادي يذوب مباشره.
صافي. من بعد غادي واحد المساله، الشرط الاساسي باش كتنجح خص لك فتة تكون سخونه ملي كتحطي عليها لو طرونش او لا طرونش عفوا تاع الفرماج ساندويتش. صافي زدت عليها الخس، ومن بعد زدت فوق منها ديك لا طرونش نتاع الطوماط او لا مطيشه، وغادي ندير ديك لاصوص الغزاله البنينه اللي غادي تعطي واحد اللذه خاصه في هذا الساندويتش. وبيان سور هادوك لي شيبس نتاع لي زونيون فري او لا رقائق البصل المقرمش. صافي ها هو وجد عندنا، غادي نزيد معاكم واحد الشكل اخر ونخليكم مع الصور. ودابا غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي للطاوله المائده نتاعنا كيف جات. ما شهيتكم سمحوا لي. هنا قدمت لي امبرغر نتاعي في هاد لابلونش نتاع البومبو او لا هاد البلانشا نتاع الخشب، درتو فيها قدمت درت لي فريت في ميزون ودرتهم في هذوك لي بانيي اللي ولاو دابا. كذلك درت المشروب الغازي او لا ان جو ولا شي حاجه اللي بغيتو، درت انا مشروب غازي درتو في هاد لي كانيت اللي كيتباعوا على شكل غوبلي ولا هكا كيتباعوا هكا دايرين، كتعمروهم وكيبقاو عندكم فوق تما تسالي وتغسلوهم. هما بحال هكا بحال كاس وعلى شكل كانت. صافي زينت كذلك درت معاهم لي دو صوص، درت المايونيز ولا موطارد وشويه الهريسه، ودرت كذلك ديك لاصوص اللي قدمت معكم. رافقت هذه الوجبه مع في لا سالاد دو فروي حتى هي درتها معاهم باش ندير طبق متكامل او لا متوازن. صافي لي بلان تاعنا جاوا هكا، وكل امبرغر درت فيه هذاك لو بيك اللي كتكون فيه واحد اللوحه خشبيه كديري فيها يا اما بون ابيتي شهيه طيبه او لا كتكتبي فيها اسماء نتاع كل واحد ولو بلا نتاعو. نهايه لا فيديو كنشكر كل من واحد انضم للقناه نتاعي مؤخرا، شكرا على التشجيعات نتاعكم، شكرا على لي ميساج زوينين كتخليهم ليا. ما تنساوش وصلوا هاد لا فيديو كذلك اكبر عدد من لي لايك ولو غران بارطاج، ما تنساوش تبارطاجيو بيناتكم باش تعم الفائده على الجميع. وكي كنقول لكم دائما ترقبوا الجديد، ودائما اشياء خاصه هكا كنبدعوا فيها. نتمنى انكم حتى نتوما تبدعوا وديروا حتى نتوما هكا شويه تاع التزيين. اللي توفرت لي الامكانيات مرحبا، واللي ما توفرت ليش باللي عندك في دارك هو اللي تخدمي به، وحاولي ما امكن تنسقي الامور. نهايه لا فيديو كنتو مع لي غو دو كريمه، اذواق كريمه، الى اللقاء.